اذا اخذها نواف ونستريح يا شباب علشان نعلن من هو الشخص اللي راح يحصل على حصانه زائد 3000 نقطه. شوف جعد عيني. حي عينك. هل ممكن ان الجمهور يأبى الا ان يعطيه نواف عقاب للمره الثالثه؟ ولا ان السيناريو شوي يلف؟ يلف عند ابن عمي وهو بعيد. الى تركي ونستريح يا شباب تكفون عشان بس نعلن. خلوا السلام بعدين. يستاهل كل خير. ايش تقول يا سلطان؟ يعني وش توقع يا سلطان؟ من اخو الصغير لاخو الكبير. وش توقع؟ اتوقع والله ان ابو عقاب بيعطيها تركي غويزي. سهل. ما عليك زول يا طيب. تركي ما عليك زول. اوه امحق طير فيها الدقات هذه. وش نقول؟ ابد يقول اللي يقول انا نواف ترى انت جيت للماجد. انا اسمع صوت كذا ولا انا مرتبك؟ كلنا كذا نفس الوضع. انا اتوقع من الجلسي 3000 نقطه وحصانه هذه مو معناته ان هي راح بس مثلا تعديك الاسبوع هذا. اوكي هي راح تعديك الاسبوع هذا بس رصيدك راح يرتفع. تمام 3000 نقطه يعني يمكن هذه راح اسبوعين ثلاث اسابيع وانت ان جاتني 3000 نقطه 1500 لي و1500 نواف. يستاهل يستاهل لكن هذه هي اليه المسابقه للاسف. ايوه حصانه حصانه حصانه. انت اسمك تركي ولا اسمك نواف؟ ايش نقول؟ من هو صاحب الحصانة بين تركي وبين نواف؟ ها يا رشيد وراك تناقص. ونقول ألف مبروك. أخلص دف كلهم واحد عنده النواف ولا تركي؟ الشخص اللي راح يحصل على حصانة زائد 3000 نقطة وهو تركي. نزرع قصة وتصبر جنتلها ما عاد تتفاهم.